أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، وأجعل الحياة زيادة لي في كل خير، وأجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه اللهم إني أسألك عيشة هنية وميدة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العمل وأخر الثواب وهي خير الحياة وأخر الممات، وثبتني وسق الموازين وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي وغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغون به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا وجعل صارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرى اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.